مشاهدينا الكرام متابعين صفحة رسمية لإذاعة الديوان فام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في النقطة الساخنة. اليوم النقطة الساخنة نعود فيها على الاتفاق بين نقابة التعليم الثانوي وأيضا وزارة التربية، اتفاق أنهى أزمة ربما منذ بداية السنة تمثل في حجب الأعداد بالنسبة للتلاميذ. ما هي بنود هذا الاتفاق ولماذا قبلت أو ربما النقابة ببعض التنازلات والأسباب التي جعلتها ربما ترضى بهذا الاتفاق؟ احنا لكل هذه المعطيات الان امام وزارة التربية، بعد قليل سيتم الامضاء بين وفد النقابة وايضا وفد وزارة التربية. كل هذه المعطيات احنا خاصة بنود الاتفاق والاسباب اليوم واللي جرت فيها والظروف اللي جرت فيها المفاوضات، معنا سيف فخر سميتي كاتب العام مساعد لنقابة التعليم الثانوي. مرحبا بك فخر لإذاعة الديوان فام. مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعيكم ومشاهديكم. بعد مفاوضات تقريبا منذ بداية السنة على الأزمة، أزمة خاصة حجب الأعداد، اليوم اتفاق بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي. أولا إذا كان تعطيني عنوان للاتفاق هذا شنو تسميه؟ وفي الحقيقة جميع أعضاء الهيئة الإدارية اتفقوا في أنه هو العنوان المناسب هو اتفاق الحد الأدنى، ما هوش اتفاق ليرتقي لطلعات المدرسين بعد فترة نضالية كبيرة، ما هوش الاتفاق اللي يرتقي إلى مستوى تعويض المادي للواقع المتردي للمقدرة المعيشية للمدرسين، ما هوش الاتفاق ليرتقي إلى تحسين وضع المدرسة العمومية من مختلف جوانبها سواء الإصلاح التربوي وغيره، ولكن تو تنجوها ساخن وضحنا الاتفاق شنو بالضبط بنود الاتفاق. بنود الاتفاق تتمحور حول جمل المسائل بالطبيعة الحقيقة ما نجمش نفصلها لك لأن فيها نقاط عديدة. الواحد من عناوينها هو تسوية متخلدات اتفاق 9 فيفري 2019، تعرفوا أن أمضى الجامعة العامة للتعليم الثانوي اتفاق، الكثير من النقاط لم يتم تفعيلها الآن تم تسويتها. الملف الثاني المتعلق بالتشغيل الهش والأساتذة النواب، الوزارة التربية والحكومة تعهدت بعنوان مهم في الحقيقة اللي هو القضاء على التشغيل الهش في الفترة هذه، وبالتالي قبول الأساتذة النواب في القائمات اللي عندنا على دفعات مع الالتزام بتحسين أجورهم بالتخلي عن نظام العقد هذا 750 دينار، بالعمل على تسوية وضعيتهم كما زملائهم بالضبط في مستوى التأجير. المسألة الأخرى متعلقة أيضا بالمديرين والنظار، عندنا ملف قديم جديد متعلق بتنظير المديرين والنظار بنظرائهم في الخطط الوظيفية في الإدارات والإدارة المركزية، ثم الأمر المتعلق بزملائنا المبرزين وقع عليهم مظلمة أيضا قديمة الآن تعهدت وزارة التربية بتسويتها. هذه المتخلدات أبرز المتخلدات القديمة طبعا، إلى جانب التقاعد، ملف التقاعد لسبب صحية ثم التقاعد لي، وكذلك كان نقطة متعلقة بالترقية التحفيزية. المهم هذه متخلدات قديمة. الملف الثاني هو الملف المالي، وتقريبا الحقيقة لازمناش ننكروا أن كان أهم محور في التفاوض، والمدرسين انتظروا أن يكون هذا المحور هو ليأخذ حيز الكبير وأن يكون الجزاء بقدر نضالاتهم، ولكن انتهينا إلى مسألة أن يتم زيادة 300 دينار على 3 سنوات تبدو بعيدة في الحقيقة اللي هي 26 27 28 100 دينار، وكلها تصب في منحة خاصة بالمدرسين هي منحة التكاليف البيداغوجية. الإشكال اللي اصطدمنا به في الزيادة هي إشكالات عديدة، منها أن 24 و25 ثم التزام بأن لا يكون ثم زيادات في القطاعات في الخصوصية في القطاعات، لأن ثم زيادة في 24 زيادة في 25. التزام مع شكون؟ التزام المكتب التنفيذي الوطني لتحضانة الشغل مع الحكومة. فهذا ما ألزمنا بالتفاوض حول 26 27 28، والحقيقة سبق هذا الأمر جملة من السيناريوهات، منها أن نرجئ أن نقبل بقبول مستحقات أو نرجئ أو أن ننظر في بعض المتخلدات وبعدها أن ننظر في الاتفاق، وانتهى قرار الهيئة الإدارية على ما سردته عليكم. هذا خاصنا حكيت الاتفاق الثاني فيما يخص الاتفاق المالي، ما اعرفش اذا كنت تابعت رد الفعل منذ البارح لليوم، هناك غضب خلينا نقول للاساتذه وربما حتى خيبه امل فيما يخص هذه النقطه. وفي الحقيقه ما نجمش ننكر ان هذا الامر واقع، والمدرسين من حقهم انهم يغضبوا لانهم اشياء عديده وضعتهم تحت الوضعيه هذه، ثم مسار نضالي انطلق منذ بدايه السنه الدراسيه، ثم حاله عدائيه للمدرسين فقط لانهم طالبوا بحقوقهم، حاله استعداء خلتهم في 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 وضعيه ان المظلوميه والمظلوميه صحيحه، الى جانب حقيتهم ايضا في تحسين وضعهم المالي طال صبرهم بعد سنوات عديده وكل ما تحركوا الا
انطلقت الألسن لسبهم وشتمهم في حين أن ما يعانوه كبير. أيضا أنا ما نجمش نحكي إلا ما نكون شاكر للزملاء المدرسين على التزامهم بمقررات هياكلهم وعلى دفاعهم عنها، ولكن ثم إكراهات في الحقيقة في كل اتفاق وفي كل تفاوض، ما ثمش اتفاق ترضى عليه الناس كل، لا, 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 لا يمكن أن يكون ثم اتفاق نضالي إلا وكان محل قبول عند البعض ومحل غضب عند البعض. اليوم المحل الغضب كبير ونقدره، ولكن إكراهات كبيرة في الحقيقة. أنا نجم نعطيكم بالسياق العام، لأنك يعني غضب كبير لأنه السقف عليت شوية سقف من خلال التصريحات، خاصة في الفترة الأخيرة، من خلال نقاط التفاوض، من خلال تصريحاتكم بينكم وبين الوزارة، لكن بعد هذا هو سقف كان عالي ولكن طموحات. لكن اليوم يقول لك أنا أي أستاذ يقول لك بعد 3 سنين بتجيني 100 دينار وثلاث سنين هذوما، عندك فكره قديش استاذ اليوم باش يخرج التقاعد؟ هو في الحقيقه المسار النضالي جزء منه تعطل بسبب ما اتاه وزير التربيه السابق والحكومه بطبعها في انها لم تفاوض الطرف الاجتماعي. تعرفوا من بدايه سبتمبر الى حد الهيئه الاداريه الثانيه اتخذنا قرار حجب الاعداد في الهيئه الاداريه الاولى، ثم مواصله قرار حجب الاعداد في الثلاثيه الثاني، ولم يتم استدعاء الطرف الاجتماعي للتفاوض. الحقيقه هذه هي راهي اخذت جزء كبير من نضالات المدرسين، وفي نفس الوقت كان ثم تجاهل كبير. بعدها كان المنتظر واضح، القرارات اما ان نمر الى التصعيد وهذا امر طبيعي وقد نصل الى امتحانات وطنيه، او اننا ننظر في الحلول الاخرى الممكنه، حلول الضغط. بعد القرار الهيئه الاداريه اللي اخذت قرار سحب قرار الحجب الاول على الثلاثي الثاني، تم تغيير وزاري. بعد ما تم تغيير وزاري تم استدعائنا للتفاوض. صحيح الجلسات كانت تقنيه وروتينيه بعض الشيء، لان الحقيقه احنا طرف مسؤول البعيد على المشهد ينجم يحكم بحكم، ولكن احنا رانا زاد ما نجموش نكونوا الا طرف مسؤول، وما نجموش. القضيه مش قضيه عنتريات، مش قضيه ترفضوا نمشي نعملوا بيان ونجلسوا على الربوه. القضيه قضيه اخذ وعطاء، القضيه قضيه رد، القضيه العمل على النجاعه ولو بالحد القليل في مكاسب المدرسين. فاخترنا هذا الامر، وسعنا بالنا قدر الاستطاعه في التعاطي. نجم يحسبها شخص طرف مثلا من قبيل علاقه بالوزير، ويحسبها طرف اخر بعلاقه، هم احرار في ذلك، ولكن نحن عندنا مكتسبات. ولما دعينا للتفاوض حولها ما كناش من دعاة ان نتركها جانبا، فتفاوضنا الى ان وصلنا الى الحد الادنى اللي حكيت لك عليه في المتخلدات. في طرح الجانب المادي طرحت اشكاليه، وجدنا عائق كبير، فكان اما ان نخرج لنذهب مباشره الى الامتحانات الوطنيه، وهذا صريح واضح، ونحن اخترنا ان لا نذهب. هذه نرانا ما نملك الا ان نقولها بكل وضوح. يا سيدي يحسبنا الجميع ارتعشت ايدينا، يحسبنا الجميع كنا وطنيين بما فيه زياده رغم ما يحدث للمدرسين. انا اقولها بكل وضوح، الهيئه الاداريه كانت مجمعه على ان المدرسه العموميه مدرستنا، ماهيش مدرسه الحكومه وماهيش مدرسه الوزير. نحن من جايين من عمق البعد الشعبي والاجتماعي لابناء شعبنا. صحيح نتقابل قاعدين يقابلوا فينا كثير منهم للاسف الشديد بالنكران وبالسب وبالشتم وبعدم تفهم وضعيتنا، ولكن لما وصلنا الى مرحله ان نختار ما بين اصلا بطوننا ومدرستنا وتلمذتنا، فكان الخيار ان نحمل المدرسه، نحمل المدرسه من كل ما يمكن ان يستفيد منها من هذا او ذاك. وهذا الدفاع كنا به عن قناعه. مدرستنا يغضبوا منا توا، ولكن انا نعرف انهم كيف يرتاحوا ويبردوا يفهموا انهم دافعوا على مدرستهم اللي هي موطن خبزهم وموطن قرايه صغارهم، وان الحكومات بعدتنا فقط المحكومات اللي تقابل فيهم بالنكران ما هي الا حكومه عابره، والمدرسه هذه ما هي الا مدرسه باقيه، والتفاوض ما عندما ما عمره ما تقطع. التفاوض هيك هي عام تفاوض، العام الثاني تفاوض، والمنطق يقول اننا في اللحظات الحاسمه نختار بعض القرارات قد تكون مؤلمة ولكنها قد تكون مصيرية وقد تكون جاية من عمق ما نؤمن به من قناعات. انت حكيت على الإكراهات. سمعنا تصريح وزير التربية في الفترة الأخيرة انه حجب الأعداد سيقابل حجب الأجور. تصريح رئيس الجمهورية أيضا. هل كان هذا الموضوع على الطاولة؟ وهل مثل هذا تهديد حقيقي في وسط الاتفاق هذا؟ هو في الحقيقة شوف، راهو مناضلي القطاع من مختلف المشارب ما همش ناس معناها، هم ناس متمرسين بالمحطات النضالية، متمرسين
بالتعاطي مع الحكومات إلى غيرها. احنا لم يرهبنا لا تصريح رئيس دولة ولم يرهبنا تصريح وزير، وليست قضية، لم نتعامل مع المسألة بهذا الشكل، لا. احنا رأينا نؤمن أن نقدر نحن نكون أكثر مسؤولية من مسؤول عابر تعاطى بشكل رعواني مع قضية معينة، ونجم نتعامل مع المسألة ونزعم أننا نتعامل مع المسألة بأكثر عمق، لأننا كما قلت لك عندنا المسألة تؤخذ بجملة من الأبعاد. نحن عشنا وضعية، تونس تعيش في وضعية سياسية غير سوية، وهذا عشر سنين سفح صحيح عشر سنين، ولكن كان ثم لم يكن ثم تعاطي، كان ثم اغتيالات، وكان وقت ثم اغتيالات وأطلق الرصاص على مناضلين وعلى كذا، تعرف أن ثم صارت اعتصامات، صارت تغيير مطالبات بتغييرات في الحكومة إلى غيره، وما كناش نحن طرف كنا طرف كسياسيين، ولكن لم نكن طرف في النقابات. وتعرف أن من 2011 حتى على الأقل لين استقر الأمر السياسي بين ظفرين ما طرحناش مطالب القطاع، بل بالعكس تعففنا ولم نأخذ. وقت اللي الناس تقاسمت الدولة ككعكة وهبطت عليها في 2011، كل قطاع ياخذ، التعليم الثانوي تعفف وكأنه كأن البعض أنا أراد أن يعاقب التعليم الثانوي لهذا الأمر. بعدها هو سفاخري سامحني، 13 سنوات كان فما صدام بين النقابة وبين أي وزير، ربما كان جاي نجي جلول وغيره، كلها كانت فوضات. خلينا في الاتفاق هذا باش ما نعدوش. احنا انطلقنا في المطالبة في بعد 2014، قلت بل 2014، من 2014 2019 تحركنا لأن الوضع كان حرق في علاقة بالمدرسين، وأمضينا اتفاق 6 أفريل 2015 زمن السيد ناجي جلول، وكانت الصدام عنوانه راهو مش صدام قوة تحركات المدرسين، بل بالعكس هو نكران الحكومات لتحركات المدرسين. هذا فخر خلصوا فاتورته هم التلامذة والأولياء والعائلات، وبعض من الأساتذة أيضا اليوم يتلقوا في الشتم والسب من العائلات ومن الأولياء اللي هما يتهمون بحجب الأعداد على خاطر مقابل مادي وغيره. اليوم باش نجيو للاتفاق هذا نرجع لك. تفوح منه أيضا روائح سياسية اقتصادية اجتماعية اليوم، هل انه الازمة السياسية الحالية كان عندها تأثير مباشر على هذا الاتفاق؟ شوف، هو راهو اللي يحلل في اي تحرك كان سياسي اجتماعي نقابي كما شئت، راهو اللي ينكر او اللي يتناسى ان ثم مزاج عام، ثم عوامل عديدة في البلاد تنجم يكون عندها تأثير. هذا سامحني، هذا لا يمكن، ما يخدمش عمل نقابي لا عمل سياسي. العوامل اللي أثرت على الاتفاق وحطته على الطاولة، ثم أزمة سياسية في البلاد لا نريد أن يكون الأساتذة طرف فيها. ثم ناس موجودة في الحبس، وأنا عندما صرحت قلت أن ثم عناوين من دولة عميقة من قبيل كمال الطيف أو تنظيم عالمي في النهاية أبرز رموزها في الحبس، أو أحزاب وسطية كما عصام الشابي في الحبس ولا الشواشي في الحبس. دخلوا هذه في الاتفاق، هذا ثم مزاج سياسي متعفن في البلاد، ثم صراع سياسي. أنت تحب تقولي ما دخل هذا غدوة لسادة وقت اللي نحب نفسر لي معك. لا نفسر لك، ما خليني نكمل لك الاجتماعي ولا غيره. الاجتماعي طبعا انت تعرف ان تعودنا كان ثم اطراف مقاومه اجتماعيه، ثم اليات نتاع مقاومه، ثم احتجاجات في الشارع، ثم جمعيات، ثم احزاب، ثم منظمات. الان المشاهد هذه كلها غير موجوده. فعندما تطلب مني تسالني تقول لي ايش دخل هذا حتى سوسيولوجيا، نقول لك يا اخي انا راني ما نجمش بعد الفلس والفقر والغلالة والحرقه والبطاله الكل هي يجي يصبها ولي غاضب مش قادر يفسر، مش قادر يجد الفارينه يجي يصبها في يسب في الاستاذ، مش قادر. الامر ايضا الاقتصادي، سواء نحب احنا حرصنا ان يكون المدرسين بعيدا عن التجاذبات، وهذا حقنا. انتم ما حبيتوش تدخلوا مع طرف اليوم ثم سلطه، ما كناش معاونة، اليوم ثم سلطه ممثله في قيس سعيد، واليوم ثم معارضه. انتم من خلال الاتفاق هذايا ربما اذا كان ما قبلتوش وساعدتوا في ضد الوزاره وساعدتوا وصلتوا في حجب الاعداد، ربما قد يعتبروكم انكم معارضه للسلطه السياسيه الحاليه. هو هذا يمكن ان يؤخذ بعين الاعتبار. كما انت تنجم تتحرك غدوه، كي تتحرك ايش باش يصير؟ بالطبيعه هو مش باش يواجهك وقت اللي يخرج. معناتها عدم الاتفاق يعني تعفن المشهد السياسي، تحب تقول؟ خليني نكمل الفكره. هو وقت تذهب انت الامتحانات الوطنيه وتذهب للتصعيد اليا مش باش يبقى يتفرج عليك، هذا امر معروف. ماهوش باش يتفرج عليك باش يمشي، هو ماهوش باش يخرج يقول والله الاساتذه وضعهم والمعلمين والى غيرهم وضعهم سيء ولا غالب لازمنا نعطوهم الفلوس، لا باش يخرج في علات معينه فيها الحق وفيها الباطل ولا غيره. فستتم عمليه مواجهه المدرسين باليات شتى.
نحن هذه الآليات الآن لا يخدمنا، باعتبار أن مدام الجو والمزاج العام في البلاد غير طبيعي فلا يخدمنا أن يكون المدرسين لا مطية لهذا ولا مطية ذاك. أنتم هنا في الحالة هذه سامحني سي فخري تحسبتوا على الشق الآخر، أنتم هربتوا من أنكم تحسبوا اليوم على الموقوفين على حركة النهضة رشد الغنوشي اللي سميته، تحسبتوا على الطرف الآخر قيس سعيد والوزير. شوف نفس الحكاية، معناها إذا نفس الأمر هي نفس النتيجة، أن لو مدينة وانطلقت المنصات في سبنا على أساس أن نحن مجموعة عندنا إشكال مع ال 25 جويلية وعندنا إشكال ونحبوا إلى غير الناس، هذه باش تسبنا باه، والناس الأخرى معاك باش تقول لنا أنتم والله وافقتوا على الأمر لأنكم كأنكم تحبوا تدفعوا هدنا في علاقة ب 25 جويلية. نحن بحثنا عن مصلحة الأساتذة، وقت قيمنا أن الوضعية الاقتصادية للأسف الشديد ما نجموش ناخذوا فيها ما ينصف المدرسين، ما رانا نعود لك الاتفاق ما ينصفش المدرسين، مش بحسن الوضع المادي، أما أفضل مدرسيا نحميهم ونحطهم في مسار نتاع تجاذبات ونتاع سب وإلى غيره والنتيجة هي هي، أما أفضل نحمي المدرس نتاعي من أن ينعت بكذا كذا، أن ينعت بأنه مع كذا وما يلحقش السب وما يلحقش الشتم وما يلحقش، افضل لي في حسب تقديرنا هذا ما قيمناه، افضل من ان نزجوهم في وضعيه للاسف الشديد نعاودها تنكر فضلهم وتنكر معناها حقيقه دورهم في البلاد هذه. ايضا ثم مساله احنا رانا ما نخجلوش في ان نقولوا ثم وضعيه نقابيه عامه في علاقه بالمكتب التنفيذي وعلاقته بالسلطه. احنا رانا عندنا منظمة، المنظمة رانا جزء منها، مطالبين أن المنظمة هذه سامحني الكلمة ربما نحسبوا معها، بمعنى أنا راني ما يساعدنيش أني نصعد أو ما يساعدنيش أني نتراجع مثلا، أنا ما نترجعش لا بأوامر فلان لا بحسب فلان، ولكن أيضا في علاقة بالناس غدوة اللي باش تخرج تنعتنا نحن المدرسين أو تنعتنا أن احنا والله صعدنا لأن فلان يحب المسألة هيك، أو ينعتنا بأن فلان دزنا باش نعاركوا كذا، نحن المدرسين راعينا مصلحتهم بكل وضوح بكل دقة، المدرسين حاجتهم مطالب واضحة، المطالب هذه لما صعبة بالمعطيات الكل أنها تتحقق فكانت السيناريوهات الممكنة هي هذه، مع العلم أن راه واحد من السيناريوهات كان إرجاء أصلا، وبعض المدرسين أنا أتفهم أنهم لو ما صححتوش خير، ولكن رأي لا يدري وراه يحترموه في مجملة اللي يدعو إلى أن أو ذهب إلى أن نقبل الاتفاق. نقطة أخرى وأكيد راك سمعتها اليوم، ثم يتحدث الاتفاق هذا أيضا من جوانب أن اليوم العلاقة الودية والصداقة ربما بين الوزير الحالي وبين أطراف في النقابة، هذا ألقى بظلال اليوم الدفع من أجل القبول للاتفاق. شوف راه إذا كان علاقتنا بوزير باهية فهذا إيجابي، معناه أنا راني مش مجعول باش نعارك وزير، ومش مجعول باش نعادي وزير، ومش مجعول باش نكون صديق لوزير، فانا وقت كلفوني الاساتذه باش نكون عضو جامعه ما كلفونيش قالوا برا عارك الوزير الفلاني وسبه واعمل منصه نتاع اهبط، لا ايضا ما كلفونيش باش نكون خادم ليه او اني نكون شخص نسير في توجهاته، لا المدرسين عندهم مطالب والمدرسين انا وسيط ما بينات في المساله هذه في اني نحل لهم مشاكلهم وفي اني نجيب لهم مكتسبات، اذا كان ثم وزير استدعاني بعد وزير نكل بالاساتذه، هذه حقيقه راهو زادها حتى بعض الناس يغضبوا منها شويه، وزير رئيس الديوانه كان هنا كان يتبجح بان معناه قطع شهريه 1000 استاذ ومارس بشتى انواع الممارسه، والدليل انه لزوز ثنائيات لم يستدعي الطرف الاجتماعي، هذا عنوان كبير، اذا كان جاني وزير انا استدعاني وقال لي يا اخي تفضل نتحاور معك نقول لا انت برا غادي ما كنت امين عام وساعد، لا اذا كان ثم كل ما يجيني وزير متفاهم للمدرسين ومتفاهم لمشاغلهم لان تعاملوا على الوزراء على ملفاتهم، اذا كان شخص يفتح لي الملفات ويتعاطى معي التعاطي ايجابي فانا مهما كان حزبه ومهما كانت مرجعيته ومهما كان اسمه فانا ساجلس معه لان هكا دوري الاصلي، مش دوري نعاركه نحبه ولا نكره، هذا مجال اخر غير مجال العمل النقابي والعمل الاجتماعي. اشترت معك سي فخري، امضيتوا عديد الاتفاقيات في السنوات هذه مع الحكومات المتعاقبه، 70% ولا 80% لم تفعل ووقع تراجع عنها من قبيل الدوله ومن قبيل الحكومات اليوم هذا ما الضامن انه سيتم تفعيل هذه الاتفاقيات؟ اولا للامانه التعليم الثانوي تقريبا الاتفاق الوحيد
الذي لم يفعل هو بعض بنود اتفاق 9 فيفري التعليم الثانوي. خلينا نكونوا منصفين، الوزارات السابقة كلها مش الوزارة هذه التزمت مع التعليم الثانوي، بقي اتفاق 9 فيفري فيه بنود، ونصصت أنه كان ثم نية، لأن كان ثم توجه أن يتم تجفيف ينابيع الجامعة العامة للتعليم الثانوي حتى يغضب عليها المدرسين، وهذه موضوع آخر نجم نفسره لكم في بلاصة أخرى. أيضا تعرفوا أن ثم راهو 46 اتفاق ممضى بين الاتحاد العام للشغل ومختلف الحكومات من 2012 2018 لم يتم الالتزام بها، رغم عندهم ضمانات المرة هذه، رغم أن شوف ضماناتنا وحدتنا وضماناتنا نضالنا وضماناتنا معرفة الناس بأن القطاع هذا لا يتنازع عن حقوق المدرسين، والدليل أن اللي حاولوا ياكلونا فيه رجعناه. صحيح بعض الأشياء من قبيل الترقيات نتاع 2020 كلونا في 21 شهر ولا غيره، ولكن القطاع تعرف الناس الكل انه لا يتنازل، وربما جزء راهو من اللي صاير تعرف الناس ما دام مصداقيه قطاع التعليم الثانوي، ولكن تعرف مدى قوه التعليم الثانوي، وتعرف ان التعليم الثانوي لا يساوم، وفي نفس الوقت لا يخضع لا لهذا الضغط او لذاك الضغط. سنحمي كل مكتسباتنا وسنحمي كل اتفاقياتنا بالنضال ولا غير النضال. في 30 ثانيه كلمه للاساتذه اليوم الغاضبين اللي يتفرجوا فيك، وكيفاش انت اليوم باش تعاود تقنعهم اذا كان ثم لا قدر الله اليوم صدام اخر او معركه اخرى، كيفاش باش يجيو وراء نقبتهم؟ طبعا نعاود نذكر اني نتفهم غضبهم، نشكرهم على ما ابدوه من روح نضاليه. نعاود نقول لهم راهي المحطات النضاليه راهي ما توقفش، مع عمرها ما توقفت في تاريخ القطاع، مع عمرها ما جات الحكومه عطت الطرف الاجتماعي ما يريد، لان باش تخليه ديما في اخذ وجذب. نحن امضينا هذا الاتفاق اللي سميناه الحد الادنى، ولكن سيرون فيه جمله من النقاط المضيئه، راهي مش بالضروره الان تو يرتاحوا ويهدوا ويشوفوا فيه بعض النقاط المضيئه، ايضا تو يجدوا بعض التبريرات اللي فيها راهي منطقيه لصالحهم ولصالح المدرسه. ومع ذلك ما زال في الدرب درب كما يقول محمود درويش، ما زال في الدرب متسع للنضال، ما زالت الايام بيننا. اولا لن نمضي على اتفاق يحرمهم هم من الزيادات في الوظيفه العموميه، معناه هذا اتفاق خصوصي وكل مكتسباتها، وجايهم مؤتمر في اخر الصيف هذا باش ينتخبوا مكتب جديد، والمكتب الجديد سيكلفوا بجمله من اللوائح اللي باش تدافع على مكاتب القصاع ان شاء الله. شكرا لك سي فخر سميت على كل هذه المعطيات، الكاتب العام مساعد لنقابه التعليم الثانوي على كل هذه الايضاحات فيما يخص يعني ظروف الاتفاق التي جرت حول الاتفاق، امضاء الاتفاق ما بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية.